بس خلي ادش شوي على المجلس اليوم. انتخابات الرئاسه نتيجتها وكان يعني خاصه اعلان 42 ناب انه ما راح يصوتون حق مرزوق الغانم وبعدها ياخذ 33 صوت، صحيح ما كان ياخذ 48 صوت نفس المجلس الماضي ولكن نجح بالاخير، انت كنت متوقع نجاحه ولا لا؟ متوقعين نجاحه. متوقع؟ اي متوقع نجاحه. في الرئاسه انتخابات الرئاسه. اي متوقع نجاحه. ليش؟ هو مو كذي، عكس السؤال. شو اللي الزم 42 نائب يعطون تصريحات وتأييد لمرشح دون آخر؟ على فكرة أبو ناصر بدر الحميدي هالعين ومرزوق هالعين، ولو كنت أنا في هذا المجلس كنت راح أنحرج حرج كبير. كنت راح تبطل ورقتك؟ أعرف كفاءة هذا وجربته. ما تبطل ورقتك؟ حط له اثنين صح صح على اثنين نفس ما صار؟ لا 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 لا، راح اختار واحد واقول حق الثاني ترى انا اخترت لهذه الاسباب واعذرني، بعد هو صوت واحد. لا بغض النظر، بس اقول لك يعني ما هو، لكن شو اللي خلى 42 نائب يروح ويلزم نفسه بما لا يريد ان يلتزم فيه؟ والشاهد والنتيجه ضغط الشعبي الذي صنعه من الناس الساخطه. الناس أي. الناس، كل الناس بالكويت نسيت كل همومها وصار همها رئاسة فقط. ممكن ممكن، بس عقب الرئاسة ماكو عنوان ثاني ينقال. الرئاسة يوم والمجلس 4 سنين، ما في عنوان آخر اجتمع عليها الـ 42 غير الرئاسة. شوف، هذا هو الابتزاز الإعلامي اللي موجود والإعلام المختطف. شو خلى النواب ما يبون هل يمعه؟ بس إذا ما راح اعتبر خاين، اعتبر خاين، لان هم شقوا البلد الى صفين، يا معانا يا ضدنا، مع المنبطحين ومع القبيضه ومع الفاسدين. يعني ما يصير اصير طرف ثالث، اي عجبني شوي من اللي عندك وشوي من اللي عنده، اكو شغلات مني انا. لا ما يصير، لابد تكون بطرفين. خليني اقول لك شيء، هذا الضغط الاعلامي غير المسبوق، لما مرت مجالس من قبل تحت هذا التعملق اللي صار عند التواصل الاجتماعي، صار في تعملق في دورها، صارت توجه وتخوف الناس. شوف انت اول ما شكوا بالناس اللي ما صوتت حق مرزوق الغانم حطوا صورهم، سود الله وجهك صورته، سود تحطيم. اخي الناس اعطتها ثقتهم وراح مجلس الامه، ثقتهم بانتخابات سريه. اوكي، انه ما يبي يصوت حق، انه ما يبون يصوت. منو اللي كان احد شروطه في الانتخابات ما راح اصوت حق مرزوق؟ منو اللي حاط يعني عنده في هذاك؟ صار من 2016 يعني. لا شوف، خليني اقول لك، شوف هذا التمادي في خطف الاله الاعلاميه وترهيب الناس خلى نائب نبوك الناس معطينك الثقه غصبا عليه يروح، خوفا من اتهامه، خوفا من يطلع مع الساقطين، يطلع شو يمثل ارهاب. هذا يمثل اعلام مخطوف، ويمثل ان بكره النواب ما راح يعبرون عن ما في داخلهم، انما ما يرضي هذه الحسابات الوهميه اللي تخلق هالموجه. هل حذرنا منها على مدار ال4 سنوات؟ 4 سنين. هل 42 اللي 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 اجتمعوا لهم حق؟ كيفهم كيفهم لهم حق، لهم يجتمعون، لهم حق يقررون اللي يقررونه. ليش تقول ان النائب يعني انت الحين، انت لو تشوف في ضغط عليك كان في سابق ضغط عليك من الشعب، اي ترد على الشعب ولا تمثل قناعاتك؟ امثل قناعاتي. يعني معناته هذا المشكله في النائب مو مشكله في التجيش، النائب هو هذا شخصيته ضعيفه اللي يلج اللي يخاف من ضرب الناس. 1 2 3 42 نائب ضعيف؟ لا، اعترف بالامر الواقع. شنو؟ الطرف الاخر قوي. منو قوي؟ الاعلام اليوم ترى ماكو لا قنوات تلفزيونيه ولا اكو شيء، ولا اكو الصحف تاثيرها تضاءل جدا، كلها تواصل اجتماعي، كلها سوشيال ميديا. فانا اقدر اخلق ويفز بالسوشيال ميديا، امواج من توجهات الراي، واخلقها بعدد يعني ما هو كبير. لكن متى ما ركبت اي موضوع على السكه يلحقون الناس ويكبرونه ويغذونه، فتكبر اي قضيه وتصير هاشتاج ويصير ترند. بهذه الطريقة يعملون، وبالتالي أي نائب يروح يكون تحت وهرة هذه الرقابة اللي فعليا ترى وايد ناس عندهم رأي آخر على اللي حصل الآن يخاف يقوله، لأن كمية السبابة والشتامة واللعانة بالهبل من تقول رأيك يتلك ياك الذباب الإلكتروني.
من هالأسماء الوهمية، من هالأسماء المستعارة، وضرب فيك وضرب برأيك. لو تعلق أي تعليق الآن، روح على ما يسمونهم رموز المعارضة وحاول تقول رأي مختلف. حاول، أنا والله أكو يعني شخصية ما أقدر أقول اسمها، طول المجلس 4 سنوات كان ضد النواب كلهم، ضد النواب. قام علق على أحد النواب الحاليين لما شكك، لما شكك في إنه يمكن الرئاسة ترى في ناس تخون، وقال لا أستثني نفسي، ونائب فاضل يعني، ما لكن قال له شلون تشكك في نفسك؟ سؤال بريء. هو طول الوقت ما عمره كان مع مجلس 2016. اقرأ الردود اللي عليه، شلون تسأل فلان؟ من تكون لتسأل فلان؟ أو انت مليون تبرير، اطالع الحسابات اللي قاعد ترد كلها وهمية. اكو جيش شغال، ومو اليوم ولا امس، صار له سنوات. انا مو بمقدوري انا اصنع جيش، انا حدي وسائلي وابين شنو سويت. اما الجيش اللي يصنع موجات ويصنع راي عام، هذا ترى بيد ناس عندها فلوس وايد، المفروض دول. ماكو دوله تخلي الساحه فاضيه بهذه الطريقه حقيقه، ماكو دوله، حتى بدول المحيط ماكو دولة تخلي أمرها والرأي العام مرهوم بيد مرتزقة. ما يصير الأمر خطر على البلد، لأنك قاعد حسابات وهمية تشوفها غير معروفة. طبعا أنك قاعد تحد أنت العين النواب على اتخاذ قرارات وهم ما يبونها، ودليلك الرئاسة ما يبون، ودليلك نائب الرئيس. بس خل قبل هيك رأسة، يعني اللي صار اليوم ليش أنت تحسبه أن النواب فقط؟ ترى لولا الحكومة وقوفها مع رزق الغانم لما استطاع الوصول للرئاسة. ليش تقولون النواب اغلبهم؟ اغلب النواب كم ما يبون الرئيس 28، ما اغلب اللي اجتمعوا، اقصد تقريبا نصهم طاح. شو سووا عليه ب 42 28؟ 28 اي ما وقف شويه. منو قال لك ان كل ان 28 نائب؟ منو اللي قال؟ شلون؟ اي بحكم منو انه الحكومه صوتت مع بدر الحميدي ما صوتي؟ شوف مثل ما اشوفك، وهالنعمه على الاقل 2 من الوزراء ما اعطوا مرزوق الغانم. 2؟ على الاقل 2. ايش دراك؟ واكو واحد فقدوا لنا برا الكويت، فهذا صوت فاقد. اي كان شيخ حمد. واكو 3 مبطلين. يعني فعليا اللي طاح من تجمعهم وايد اكبر من المعلن. من قال لك الوزراء كلهم يعني الوزراء الوزراء صوتوا حق مرزوق؟ اعتقد اكو اغلبيه من الوزراء صوتوا مع 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 مرزوق. لا وفي اثنين واكو على الاقل انا بحسبتي على الاقل اكو واحد شاك فيه. اكو واحد شاك فيه، لكن 2 مثل الله واحد مصوتين، مو مصوتين حق مرزوق. لذلك اللي انا اقول لك شو اللي اجبرهم؟ 2. شو اللي خلى تكفى يعني؟ هذه مهانه ما بعدها مهانه. تصوير؟ شو اللي خلى وائل يتجرأ نائب يقوم يحط له ملف ويرى النواب يأشر لهم هاك باركود، روح صور للثقه يعني. الثقة منين يابها؟ يعني هذا تصرف مشين. لا من المفترض يفكر 1000 مرة قبل لا يسوي، عشان يبرئ نفسه يعني، خاصة ان في نواب قانونيين صوت سووا الحركة. لا طول بالك. لا 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 لا، لان اكو كفر، اكو غطاء جوي من من هالحسابات، اكو تغطية على اي راي ممكن يخالفه على هذه المخالفة الدستورية الواضحة. ناخبين اعطوك صوتهم واعطوك الثقة، منو هذا اللي ما يعطيك الثقة انك تروح؟ منو؟ من يكونه؟ جمهوره جمهورك؟ طبعا اتكلم عن بعض النواب، النواب المفروض اللي يكونون مستقلين. ايش حق تغذي اجندته؟ يبر ريال بينه وبين مرزوق مشكله، مرزوق مطشره، مرزوق محطمه، ناس بالشتات بالخارج بسبب وقفه مرزوق. ويا الله يغفر له ويرحمه الشيخ صباح، لتنفيذ اوامر الشيخ صباح. لذلك مشكله شخصيه، اعترض على مرزوق في ادائه كيفك، بس لا تروح شخصيا، انت مو قضيتك هذه. لا بس ان هذه ما تشوف ان باب يعني على اساس ان تعرف ان منو اللي كان، وبالتالي البعض اليوم عرف انه لانه ما صور عدل او حط باركود. بعض النواب يعني صور ورقه ما عليها ختم، وهذا ايضا باب. انت تشوف انت الحين تكلم في تفاصيل ختم وختم، ونسيت الجريمه الاكبر، انه اصلا اكو باركود واكو تصوير. شنو الحكمه اللي خلوها سريه؟ ترى اللي دافع فلوس حق نائب عشان يصوت له افضل انه يكون التصويت مكشوف وعلن، افضل له. هذول كلهم يو نتيجه ابتزاز، فاجئهم بباركود، شلون قبلوا؟ شلون تقبل على نفسك؟ اذا استطاع النواب الاخرين
أصحاب العقل وغلطة والطوف خلاص بعضهم غلط هالغلطة يمكن بربكة هو كان تعزيز الثقة وتأكيد أن الشخص هذا راح يتنفذ وعده إذا أنت واثق يقول لك حط الباركود وصور يعني أول شيء تسوي عقب حلفك على الدستور والقسم أنك تخالف الدستور والقسم أو تخالف اللائحة يقول لك بعض سألت أنا أقول له ليش يقول لي أنا أخذ الباركود قد أخالف لا بس أحسن ما يقولون عني قبيض ومرتشي ويخونهم فيني يخليك يعني خلاص بهذه الطريقة كل موقف قادم ستتخذه علشان ما يقولون عنك مرتشي بتصوت ضد وزير عشان ما يقولون عنك قابض منه بتصوت ضد رئيس مجلس وزراء رغم أن الاستجواب قد يكون غير دستوري لأن تخاف يقولون عنك هالكلام خلاص ما صرت أنت بقناعاتك مو أنت اللي قاعد تقود نفسك خليك على أصبحت مقاد من قبل وسائل تواصل.